نعم، تحية لك كارولينا. في الواقع بأن الأوضاع المدنية يعني تزداد سخونة في ظل ضراوة هذه الغارات الإسرائيلية والقصف المتواصل. في الساعات الماضية رصدنا عدد من الغارات التي تكثفت في 3 محاور في مناطق شمال قطاع غزة. عدد كبير من الاستهدافات في الواقع استهدف منازلا ومربعات سكنية وأيضا مدارس تؤوي نازحين سواء في مناطق شمال قطاع غزة أو في المدينة في وسط مدينة غزة في حي الشيخ رضوان. في مناطق الوسط والجنوب لم يعني تصمت الطائرات الإسرائيلية ولم تغادر سماء القطاع، وهي تغير على محافظات جنوب قطاع غزة. حتى هذه اللحظة نستطيع أن نقول بأن أعداد الضحايا قد بلغت نحو 100 ضحية، وربما مع ساعات المساء يرتفع هذا العدد أكثر في ظل هذه الغارات الإسرائيلية التي تكثفت في مناطق خان يونس وفي مناطق رفح. نحو أكثر من 60 ضحية عمليا سقطوا في مناطق الجنوب، ما يعني أن الجيش الإسرائيلي بحسب ما يؤكد بأنه عملياته في مناطق الجنوب ستكون لها الأولوية، وأنه سيفرض حصارا وصولا إلى اجتياح بري كامل كما تشير المصادر العسكرية الإسرائيلية. هناك عمليا يعني تكثيف لهذه الغارات الإسرائيلية في ظل سياسة إسرائيلية تحاول أن تفاوض حركة حماس بالنار. هذا الخلاف الذي وقع حول يعني أكثر من عرض قدمته حركة حماس فيما يتعلق بالإفراج عن المحتجزين الرهائن لديها لم تقبله إسرائيل، رغم كل جهود الوساطة تحاول إسرائيل إفراج أكثر عن المحتجزين من النساء والأطفال، ويقولون بأن حركة حماس لديها مزيد من النساء والأطفال. هناك عدم ثقة عمليا بين الطروحات التي تقدمها حركة حماس وبين رغبة الجانب الإسرائيلي في الموافقة على بعض هذه العروض. يحاول الوسطاء تقريب وجهات النظر، لكن الجيش الإسرائيلي أيضا بخلاف يعني عمليات التبادل لديه أهداف عسكرية على الأرض يحاول أن ينجزها بشكل سريع في ظل إشارات كبيرة لدى الجيش الإسرائيلي بأن هناك مجموعة من عناصر حماس، النشطاء الميدانيين والوازنين أيضا في المستوى السياسي، فضلا عن ما يتعلق بالبنى العسكرية لدى حركة حماس يحاول أن ينهي أو أن يجهز عليها في ظل تجدد العمليات العسكرية. يتعقد في رحى كل هذه الغارات الإسرائيلية كارولينا الأوضاع الإنسانية لدى النازحين الذين اضطروا مجددا للخروج من محاور التوغل في ظل هذه الاشتباكات العنيفة التي عادت فيها الأذرع العسكرية سواء لحركة حماس أو الجهاد باستهداف يعني حشودات الجنود إما بقذائف الهاون أو القذائف المضادة للدروع أو حتى إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون باتجاه مستوطنات غلاف غزة. وحتى اللحظة نستطيع أن نؤكد بأنه هناك ضراوة في هذه الاشتباكات، ما يعني بأن الجيش الإسرائيلي سيكون أمام تحديات كبيرة في ظل يعني نشاط ميداني عسكري لدى هؤلاء المقاتلين الذين أيضا يحاولون صد هذه التوغلات الإسرائيلية. لكن الجيش عمليا يحاول أن يلاحظ بشكل كبير هؤلاء النشطاء حتى وإن كانوا بين المدنيين أو حتى إن كانوا في منازل مختلفة. عادت هذه السياسة مجددا لتضرب عدد كبير من المنازل في منطقة خان يونس وفي منطقة رفح وصولا إلى استهداف يعني مدارس تؤوي نازحين كما ذكرت. وتعلق على إثر كل هذه الغارات عمليا دخول الشاحنات التي كانت تغيث ولو بشكل محدود أوضاع النازحين، وأيضا المشافي وعمليات الإغاثة التي تقوم بها المنظمات الدولية، ولكن تحت هذا الخلاف الذي نشب على خلفية صفقات التبادل ومعايير المحتجزين والرهائن علق إدخال المساعدات، وأيضا يعني تأثر بشكل كبير عمل المشافي وطواقم الإغاثة في ظل حالة القلق والخوف من التحرك والضرب في محيط أماكن سكنية مكتظة بالسكان كما يجري في منطقة خان يونس التي تكتظ
بمئات الآلاف من النازحين تضرب يعني محيط مناطق سكنية مجتمعة أو أسواق كما حدث في منطقة النصيرات في الساعات الماضية، وبالتالي يرتفع هذا العدد الكبير من الضحايا رغم تأكيدات الجانب الأمريكي وحثه للجانب الإسرائيلي بتحييد استهداف المدنيين وأيضا يعني عدم الضغط عليهم أكثر لكي ينزحوا باتجاه مصر. لكن واضح بأنه عنف هذه الغارات قد تدفع عدد كبير من السكان، خاصة مع هذه التحذيرات والتهديدات الإسرائيلية بمواصلة الضربات وتعميقها وصولا إلى اجتياح بري في مناطق الجنوب، ربما ستقنع عدد كبير مع عنف هذه الغارات وسقوط أكثر للضحايا بأن يتوجهوا إلى مناطق أكثر أمنا، إما باتجاه مناطق المواصي كما يعني حث الجيش الإسرائيلي، أو باتجاه مناطق رفح كما ألقى منشورات بهذا الصدد على المواطنين في المحافظات الشرقية وعلى الحدود الشرقية لمناطق خان يونس ورفح.